يا بنات، اختكم مديحة هتسكن في حتة قبها قوي. والنبي يا حاج، لو كان ابويا عايش ما كان عمل معايا كده. ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا، تفضلوا يا جماعه، البيت بيتكم. اهلا وسهلا، تفضلي. مالكم يا بنات قاعدين كده زي الاغراب؟ ما تفكوا. نفك ايه؟ فكوا جاكيتاتكم عشان تعرفوا تاكلوا بحريتكم. أم النبي عندك حق يا حاج. كمال، خد الجاكيتات لحسن تتظفر بالاكل. لا مؤاخذه يا جماعه، كمال عزمني على الغدا فجبت الازازه دي معايا. إزازة إيه دي يا ابني؟ نبيت أحمر. يعني خمرة؟ أعوذ بالله. والجمعة إيه يا ابني؟ تسمم بدنك وتفسد اللومة اللي بتاكلها. خلاص يا فندم، مفيش داعي منها. لا، أنت حر بحريتك، الهداية من عند الله. على العموم يا حاج، النبيت ما يعتبرش خمرة. كل مسكر حرام حتى لو كان اللبن. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. ما تفضلوا يا جماعة، بسم الله. الزيطة والشمشرة مش في صالحكم. خليكم هادين وظراف زي ما انتم كده. شوفوا شغلكم بسرعة. هو في ايه؟ ايه الحكاية؟ مش عارفة ايه الحكاية يا مدام. شوف عندك. شيل الهدوم دي. يلا يا اخويا، انت وهو فاز يا بنت. انت فاهم ايه في ايه؟ مش نفهم. هتفهم في المديريه. مديريه ايه؟ مديريه الامن. يا لهوي، هروح مديريه الامن اعمل ايه؟ يا دي الشرطه اللي زي الاطران. خلاص. هو مين حضراتكم؟ احنا من حقنا نفهم. احنا بوليس الاداب يا مدام. يا حسدي، هي الشقة دي مشبوعة ولا ايه؟ معايا يا حد. انا امانة في الاسم. يا حد يا حد يا حد يا حد يا حد يا حد. السمك معانا. ناخد السمك اللي ونيجي نقف يابا على ايه؟ ايه الحكاية كمان؟ Come on.
كسبان، انا صاحب البيت ده وعايز اطرده. استنى المديريه، مديرتي يا صاحب البيت، ولسه كمان قفل المديريه.